من جديد مشاهدينا لاستكمال فقرات الشروق مورنينغ لنهار اليوم. الآن الحديث سيكون حول الستارت اب او ستارت اب ارتيتوب، وللحديث اكثر حول هذا الموضوع نسعد ارتيتوب ستارت اب ارتيتود. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة كل من أيمن دويك شيا وهشام مباركي. مرحبا بكم وشكرا لكم على قبول الدعوة. البداية تكون مع أيمن، هو أنت هو المانجر مانجر بروجكت ستارت اب ارتيتود. دونك يعني في البداية أيمن، لو كان نحكي على فكرة هذا البرنامج في حد ذاته. ستارت اب ارتيتود ان ايفينمون مونديال. Cet événement est né à l'événement ESSA 2016, Entrepreneurship Summer School Algérie. C'est un événement mondial. À organiser un événement qui regroupe toutes les start-up algériennes. C'est pour la première fois en Algérie. في باب الزوار. يوم ثاني في بالي دو لا كولتور. وكيفاش يعني كانت الفكره تاع البرنامج، وشكون كامل يعني المجالات اللي جاوا منها لي ستارت اب في هذا البرنامج؟ او ديبار اون ا ريسو 70 ستارت اب. 70 يعني مشارك سجلوا في هذا ليفينمون. من بعد اون ا في اون بري سيليكسيون، لحقنا 14 بروجي، 14 ستارت اب. هذو لي ستارت اب ديجا راهم عندهم لي بروجي تاعهم في لو مارشي الجيريان. دونك فوالا. واش كانت هي يعني ال 14 مشارك يعني اللي تم قبولهم، وشنو هما لي بروجي اللي عندهم في السوق الوطنيه؟ كاين دي بروجي سور لي سيستيم امباركي، باغ اكزومبل دي زاباري كي ديتكت بليزيور غاز، كاين دي سيت ويب كيما الاخ اللي مواقع الكترونيه هشام باك نعاودوا نوليو باش نحكيو. عده مجالات في بليزيور تام دي ستارت اب. وكيفاش كانت الفكره تاع التنافس ما بين هذو لي ستارت اب؟ يعني وشنو هي المعايير اللي درتوهم، وشنو لي نورم يعني اللي حطيتوهم باش يتم تقييم، باش تقيموا هؤلاء المشاركين؟ دابخي لي كريتير لي سيليكسيونين منهم لي ميور بروجي، كاين لينوفاسيون تاع لا ستارت اب، تاع ليدي تاع لو بروجي، لو بيزنس بلان اي لو بيزوان دو مارشي. اسكو ليدي عندها ان بيزوان سور لو مارشي الجيريان او با؟ يعني هل السوق الجزائرية بحاجة إلى هذه الفكرة؟ أوبومي لو لو مارشي الجيريان اي لو مارشي انترناسيونال. دونك السوق الجزائري والسوق الدولي. نعم، هذا هو لوبجيكتيف تاع ستارت اب التيتود. ابخي بور سويفغ لي ستارت اب ميم اليشيل انترناسيونال، تكون عندنا ليماج تاع الجيري قال بلو تار يكونوا دي ستارت اب دي ستارت اب الجيريان. بوركوا با تكون عندنا فيتور فيسبوك الجيريان، دي ستارت اب اللي لحقوا، دي زونتربريز اللي لحقوا، هكذا باش تكون ليماج تاع الجزائر. يعني باش هما ايضا ربما يعطيو لمحه للي ستارت اب في الخارج، انه وشنو هي الحاجيه تاع السوق الجزائريه، واش يقدروا يعني يستثمروا في السوق الجزائري. نعم بالطبع. يعني بهذه هذا شكون معايا للمخرج، ولا قال لك حبي سقسي، قال لك كلمه ستارت اب. ستارت اب هي شركه ناشئه مبتكره. نعم، هذه كلمة يعني باش نشرح للمشاهدين انه ستارت اب هي معناها بمعنى كلمة ناشئة، شركة ناشئة مبتكرة. نروحوا انتم من بين اللي كانوا المشاركين، هشام مباركي اللي شارك بموقع الكتروني. بموقع الكتروني من بين الفائزين في هذا المسابقة. الفاز يعني هو واحد ان شاء الله يروح ستارت اب اسطنبول كي فا ريبريزونتي لالجيري في اسطنبول ان شاء الله. اذا الف مبروك في البدايه هشام، ونرحب بك انت ايضا. يعني هو كان ايمن شرح لنا واعطانا يدي على
المشروع وعلى هذا البرنامج. هو قال أنه الباب المشاركة كان أمام عدة تقريبا 70 مؤسسة، من بين هذول الستارت اب، من بين 70 ستارت اب تم اختيار 14 شركة ناشئة. هذه 14 كان تقييمها يعتمد على عدة نقاط، من بينها أنه مدى استجابة هذه الشركة يعني نقولوا لبزوان الاحتياجات تاع السوق الوطنية. أنتم يعني في البداية الموقع الإلكتروني تاعكم مش كان الفكرة تاعكم؟ أولا شكرا على الاستضافة. السلامكم، مرحبا بكم أنتم وكاع الستارت اب، يعني نوجه لهم دعوة أنهم برنامج شروق مورنينغ يفتح لكم الباب في أي وقت، ومرحبا بكم دائما معنا في برنامجكم. شكرا. دراستك هو المشروع، هو دراستك، هو ديجا باسمها تعرف دراستك سي الدراسه مع التكنولوجيا، التكنولوجيا د لانفورماسيون دو كومونيكاسيون. دونك دراستك ال ريبون على ان بروبليم، بروبليم اللي هو دروك لو بارون الى دو بلوز اون بلوز دو تاش كوتيديان، صدر عنده بزاف خدمه، ديك الخدمه مش تخليه باش يتبع ولده، باسكو زادوا لي تاش كوتيديان وفي قعدوا في نفس الوقت. لما تخدم الراجل يخدم ما يقدرش كاش دائما يلتهوا بالدراري، يتبعوا قرايتهم، هاو دار الفرض تاعو، هاو ما داش، هاو اسكو دار اسكو ما دارش. ديجا تروح تسقسي، تروح ليكول باش تسقسي عليه، لازم تفوت على السيركيلاسيون، اسكو تتلاقى لونسينيون ولا ما تلقاش. دونك هذا غادي ينقص لونكادرومون تاع لو بارون فيزافي سون انفون، مي غادي ينقص لونكادرومون يقدر هذا لونفون يروح فيغ ان ايشيك سكولاغ، باسكو لو بارون اي نونكادر با سون انفون كوريكتومون. دونك حنا اون ايسيي دو تروفي ان سوليسيون اللي هي دراساتيك، اللي هي ترد ليكول اكسيسيبل نامبورتو و نامبورتو كو، سافدير لو بارون من التليفون تاعه يقدر يتبع ولده، من التليفون ولا من الاورديناتور ولا من تخو كونيكتي يقدر يشوف ولده اسكو راح يقرا ما عادش يقرا، اون كا دابسونس ولا غوطاغ يجيه ان اس ام اس، يقدر يشوف لي نوت تاعه في اي وقت وين ما كان. انت شو وقتني باش هذا التطبيق، ربما نروحوا نشوفوا الفيديو اللي يشرح لنا هذه الطريقه. مازال سيدي علي يلا معليش نواصلوا معك باش نشاهدوا بالفيديو، يعني من خلال هو اسكو حيكون عن طريق التطبيق ولا موقع يعني ابليكاسيون؟ لا غادي هو سيت اون ابليكاسيون موبيل وفي عندها ان اكسي من الويب ثاني، صدق هي ان اكسي سيت اون ابليكاسيون ويب موبيل، دونك اكسيدي لها من البوابه ولا من السمارت فون تاعه، ويقدر اون كاد ابسونس ولا غوطا ولا كونفوكاسيون ولا شونجمون في لومبلو دو تون يقدر يكونفيغري، يقول هادو هاد لي زيفينمون يجوني باغ اس ام اس، يكون نوتيفي اون طون ريال، صادير يعرف ولده اسكو راح يقرا شاقرا لي نوت تاعه، ما يقدرش يقول له ما عطاونيش لي نوت، ولا يقدر يشوف ولده اسكيلا ايفولوي من بريمي تريمس دوزيام تريمس بريمي ديفوار دوزيام ديفوار. C'est pas juste un outil de supervision, de contrôle, le parent, il te bat, même pour l'enfant, c'est un guide numérique. هو جاي كيما دفتر المراسلة الالكتروني الالكتروني يقدر ليتيديون يتبع لا سكولاريتي تاعه ميم بعد لي زور دو ليكول، سا ليكول تغلق 17 هو عنده دراساتك ليكول مفتوحه اج 24 يقدر يشوف لي نوت تاعه يقدر يشوف برك دفتر المراسله كنا احيانا نخبيه كي تكون في حاجه ماشي مليحه لابليكاسيون ما عندكش واش راح تخبي بصح يعني، لكن من جانب اخر هل المدرسه يعني لازم يكون عندها قاعده تباينات باش هي تزود ال دوك احنا بدينا بلو مارشي لوكال هو لو مارشي الجيريان، في لو مارشي الجيريان ديجا إلي سيغمونتي سادير اون دو سيكتور كاين لو مارشي بريفي و مارشي بوبليك. Je suis avec le ministère de l'Éducation pour généraliser tout ce concept-là. On attend toujours une suite. On n'a pas encore reçu de suite avec le ministère. C'est pas le nom, on a la solution. Est-ce qu'elle est faite en Algérie par des Algériens? Donc on n'a pas eu encore de retour. Mais n'empêche qu'on a commencé à commercialiser la solution sur le marché privé. Le marché privé, c'est la solution. Oui, c'est le madaris al-khassa hna fi al-Jazair. Elle est fi al-Jazair, bdina bel marché local, elle est utilisée. Nqz al-wilayat yani li ntashrtou bdat fi Wahran ou fi Alger. Fi Wahran. Hada l'am, dana une nouvelle version qui va être beaucoup plus les 48 wilayat parce qu'elle supporte gaa les écoles تاع الجزائر. Elle est déjà utilisée par des établissements, une dizaine d'établissements la mistamlouha, à peu près 3000 élèves a mistamlou la solution. 5000 parents qui sont en train de superviser leurs enfants. Ou la solution directe à l'achat le programme de l'éducation nationale. C'est-à-dire, nous avons une chose de plus. Le programme de l'éducation nationale a été fait par des inspecteurs, des enseignants, qui ont aidé à trouver la solution. L'application. Donc voilà la vidéo. C'est la vidéo. Où est la vidéo que vous avez Ali l'audio avec تابعوا لا فيديو يلا خلينا نشوفوا دراساتك. اذا هذه هي الابليكاسيون اللي راهي معها اون فوا سي اوديو فيها صوت، كاين صوت ربما ما كانش صوت نعلقوا عليها، علقنا انت عليها يعني تشرح انا كيفاش. لان سي ان بير كي اون تران دو دير بلي جي با لو طون، لا سي تو مير كي اون تران دير جي با لو طون لازمني نتبع ولدي
بدراساتك نقدر نشوف لومبلو دي تون تاعه نشوف لي زابسونس اي روتار نقدر نشوف شاقرا اليوم نقدر نشوف لي نوت تاعه نقدر نهضر مع لي زونسينيون تاعه ولا هنا ان اونسينيون راه يفهم بوجهه النظر تاعه بلي يقول بلي نقدر نبارطاجي لي كور مع لي زيلاف تاعي نقدر نعطيهم لي زيكزارسيس نقدر نريبوندي على لي كيسيون تاعهم نقدر نهضر مع لوغ بارون حتى يعني لي لافي لا ما فهمش حاجه ما فهمش نهضر معاه نقدر نشوف اسكو سو سون اميليوري سو سون با اميليوري لهنا سي مدير مدرسه يقدر يقول بلي عندي دي زانديكاتور دو بيرفورمانس هذا اللي يعاونوني باش نقدر نجيري ليتابليسمون تاعي شحال اسكي سون اون سي سون ايفولوي نقدر نهضر مع لي بارون نوتيفيهم اون طون ريال ولا هنا سي تاني لاف اللي يقول بلي اترافير دراساتك جو ريفيز مي كور نقدر نشوف لومبلو دي طون تاعي نتبع الديفلوبمون تاعي ليفولوسيون تاعي نقدر ميم لا ابسونتي نقدر راترابي لي ابسونس باسكو لونسينيون يخلي لي يحط لي لي كور نقدر نكومونيكي مع لونسينيون تاعي في اي وقت دونك لهنا سا سي تو بلاتفورم جابرون جو ماميوز اي جو غوندي دونك سي تو بلاتفورم لي ترد ليكول نيمبورتو و نيمبورتو يعني في اي وقت ومن اي مكان يعني هي جميلة ان شاء الله انه بهذا التطبيق راح تمثل انت الجزائر في اسطنبول ان شاء الله غادي نكون غادي اون فوا ريبريزونتي لالجيري في ستارت اب اسطنبول اون فوا ريبريزونتي باسكو سي اون سوليسيون كي ني با ديستيني كو مارشي لوكال اللي ديستيني مارشي انترناسيونال اون لا ادابتي او ستاندار انترناسيونال ديدوكاسيون دونك ال فات بريزون في لو مارشي انترناسيونال سو بو كي فا ان شاء الله كي فا ان شاء الله كل التوفيق نعاودو نشكرو كثير هشام مبارك الفائز في هذا البرنامج نعاودو نوليو لايمن المناجر العام لهذه التظاهره يعني هل في المستقبل راح تكون فيه تظاهرات جديده وش راح يكون جديد؟ لا بون لا بروميير فيرسيون سي الجيريا ستارت اب التيتود او ميم طون اون اورغانيز لو ميم ايفينمون او ماروك le 14 novembre. 14 novembre, il y a l'événement Startup Altitude dans le Maghreb. En 2017, il y a Nigeria. Il y aura d'autres versions de cette يعني قبل ما تكون ان شاء الله تعودوا تحضروا معنا هنا في البلاطو باش نتحدثوا عليها شكرا جزيلا هشام مباركي وايمن دقيشيه ايمن دقيشيه كنت معنا للحديث حول تظاهره الستارت اب اللي كانت في قصر الثقافه وايضا عماد ادرس ب مركز تجاري المحمدية كل التوفيق في التظاهرة التي ستجرى بتركيا وتكون ممثلة فيها الجزائر عن خلال تطبيق ديرا ستيك